فاز بعدة جوائز، كانت آخرها جائزة البوردة. فاز كذلك بجائزة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين. نستضيفه الليلة وقد يعني قام بإعداد ديوان كامل عن المديح النبوي، عنوانه بأرغفة السماء. أرغفة السماء لما أعتقد. نعم صحيح. مرحبا بك شيخ. مرحبا بك أستاذ جكتي. رمضان مبارك لك ولجميع الشعب الموريتاني، وأحيي الجميع. شيخ، في البداية باختصار، هل لك أن تحدثنا عن ذكرى المديح النبوي؟ نشأت هذه الفكرة؟ فكرة المديح النبوي كانت تعبيرا عن الإحساس الديني لدى المسلمين والمؤمنين، ويعتقد أن أول من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم هو جده عبد المطلب من خلال بيتين شهيرين معروفين. عندما ولد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه النور الغامر. ثم بعد ذلك هناك شعراء آخرين من الصحابة رضوان الله عليهم، مثل النابغة الجعدي ومثل كعب بن زهير، مدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أعتقد أن المديح عرف ذروته وعرف أوج ازدهاره مع المتصوفة، فكان هناك شعراء تقريبا يتمحض شعرهم للمديح النبوي. شيخ، لأن الوقت قصير، هل لك أن تقدم لنا نصا؟ حبذا لو كان أول نص فزت به في مسابقة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين. نعم، هو نص جئتكم بقبس بالكاد أقنص ومضة قدسية، كل الرموز ذبيحة الإيحاء، المفردات تفر عكس ظلالها، والماء لا يكفي لشرح الماء، يا مرفأ الأضواء في أسفارنا، ما نحن لولا مرفأ الأضواء. كانت جراح الطين تكبر خلسة كالظل بين عروقنا كالداء، كنا رحيلا سادرا في غيه، ينساق خلف سرابه المتنائي. والسيف والدم يرسمان خريطة للإثم بين الإخوة الأعداء، متسكعين على رصيف بارد في هامش التاريخ، كالغرباء حتى أتيت تبسمت أقدارنا وتدفق الشلال في الصحراء. لم تضحك الأحجار إلا مرة لما أضاء النور غار حرائي، لما أتى جبريل تعبق كفه بالوحي يقرئ آخر القراء، فحثوت بالضوء السماوي الذي أوتيت تنزيلا على الظلماء، ومددت للفردوس دربا باذخا يسمو بكل مسافر خطاء. لا صورة تحويك مهما أوغلت أو سافرت عمق الرؤى العذراء، رحم المجازي يضيق عنك فيكتفي بالرمز عن عينيك، بالإيماء بكثافة الإشراق منك تضيئه شمسا تلوح بالسنا للرائي، كل الخطى في الأرض كانت دمعة وخطاك ترسم بسمة الزرقاء، يا آخر العنقود أنت بداية جاءت لتنهي حيرة الأشياء. جميل. آخر العنقود أنت بداية جاءت لتنهي حيرة الأشياء. شيخ، طبعا الحديث عن المديح النبوي شرنا الحديث عن القصيدة التقليدية بعمودها التقليدي بمقدماتها، من بينها طبعا المقدمة الطلالية الغزلية. ألاحظ في شعرك عدم استخدامك لتلك المقدمات، تدخل المديحة مباشرة. هل يعني لماذا قمت بذلك؟ لماذا أنت مصر؟ هل لأنك تريد بذلك تجديدا، أم لأن الشعر الحديث لم يعد يلتزم العمود التقليدي؟ جميل. أنا أعتقد أن وربما هذا أيضا من ضمن
مشاريعي الأدبية هو محاولة التجديد في ما يسمى بالمديح، رغم أني عدو للأغراض بالمعنى التقليدي، معنى هذا غزل هذا. القصيدة لم تعد بذلك التقسيم التقليدي المعروف، القصيدة أصبحت عصارة وأصبحت بوتقة للعديد من المعارف والعلوم والثقافات إلى غير ذلك، وهذا يجعلنا لا نكتبها بالشكل التقليدي المعروف، لا من ناحية الأسلوب ولا حتى من ناحية الرؤية الفنية ولا من ناحية الجماليات ولا حتى فيما يتعلق بالتقسيم التقليدي مقدمة طليلية. أنا أعتقد أن المديح يجب أن نجدد فيه ككل الأغراض الأخرى في الشعر، وصراحة لا أفرق بين قصيدة أكتبها في المديح أو قصيدة أكتبها في الغزل. مشاركاتك في المسابقات يعني الأدبية كانت جلها في طبعا في المديح على ما أعتقد، وفزت بمعظمها إن لم أقل في كلها، يعني كيف كانت رؤية لجنة التحكيم لنصوصك يعني بعد الفرز، بعد أن خرجت النتائج، يعني كيف كانت رؤية اللجنة لقصيدتك التي لا تلتزم العمود التقليدي، برغم من أن القصيدة المديحية معروفة بأنها تلتزم بذلك؟ بالنسبة للنقاد، لكل غرباله ولكل رؤيته التي تنطلق من خلفيته الثقافية، فبالنسبة لأولئك الذين يميلون إلى التعابير القديمة وإلى الشعر القديم، طبعا لم يكونوا يروا أن هذا حالة أن هذا يعبر عن حالة صحية، بينما هناك من النقاد الذين لهم ربما رؤية أكثر، لهم رؤية أكثر جدة فيما يتعلق بالشعر، كانوا مفتونين بهذا الأسلوب، حتى أن أحدهم قال لي مرة في إحدى المسابقات في النص الذي قرأته عليك أنهم بحثوا عن هذا النص بيتا بيتا في جوجل، صحيح، لأنهم لم يصدقوا أن موريتانيا يكتب بهذا الأسلوب. أتذكر أنهم سألوني عنك حينها، بينهم طبعا أستاذ وليد ناس الهنون، نحييه من هنا من تحية له ذات برنامج، سألوني حينها عن هذا الشاعر الذي جاء بهذه القصيدة، وكان مفاجأة. هي على ما أعتقد من بين القصائد التي فزت بها في مسابقة البردة، قصيدة أرغفة السماء، نعم، هل كنت تقدمها لنا الآن؟ أرغفة السماء هو ديوان بهذا الاسم، والقصيدة هي التي فازت في مسابقة ليالي البردة التي نظمتها إذاعة موريتانيا مؤخرا. سأقرأ لك بعضا منها. طبعا أذكر أنك فزت في هذه المسابقة صحبة الشاعر الكبير أحمد أبو المساك، نعم، وصاحب ذلك الشاعر يحظيه عبد الله على ما أعتقد. صحيح. تفضل. ماء الكلام يصافي جرة البكم، ضوءان يحتشدان الآن فوق فمي، مد إلى لغة الأحلام أجنحة كي تعرج اللغة الزرقاء في الحلم، صوب الذي بذخت أعتابه وسمت كما سما هو في المعراج والقيم. تجتاحني الآن أشواق وعاصفة لن تستقر إذا لم يغتسل عتمي نورا كثيفا من الإشراق يغمره. يا ساكب اللذة الكبرى على ألمي، رؤياك في حطب الأضلاع موقدة مجرة من لوى كالنار مضطرمي، لا يعكس الظل منها حجم خردلة مهما توغل في الرؤيا بلا لجم. أفق المجاز ضئيل أن يضارعها، سطرت بالحبر أو سطرته بدمي. أفق المجاز ضئيل أن يضارعها، سطرت بالحبر أو سطرته بدمي. فالمفردات احتمالات معلقة، والصمت يقذف كالبركان بالحمم، من قبل كان كما نلغي تعزفه أرواحنا شططا من آثم النغم، ويرتوي عطش الصلصال من دمنا فيغرق الرمل في طوفانه الأرم. تهنا قرونا وتاهت كل قافلة عن منبع الماء في إدلاجنا الهرم، تفاحة الإثم تغرينا
فنأكلها لم ندري ما الفرق بين الشحم والورم حتى بزغت تراء الفجر منسكبا ملء الجهات على صحراء من ظلمي والطين أيقن أن الطين من دمه كل لآدم من عرب ومن عجم. جميل جميل شيخ. يعني في ظل طفرة الشعر الحر واهتمام الشعر الحر وسطوة الشعر الحر إن صح التعبير، هل تخافوا على الشعر المديح النبوي؟ لا، ما دام هناك مؤمنون سيظل هناك حالمون، سيظل هناك تواقون إلى العتبات النبوية الشريفة، وبالتالي ستظل هناك ترجمة لهذا الشعور الديني الذي يرى بعض علماء النفس أن الشعور الحب لدى الإنسان في نهاية المطاف هو طريقة التفافية لشعوره الديني. إذن ما دام هناك إيمان وهناك مؤمن سيظل المديح موجودا. يعني لن يرفع الشعر المديح؟ لا لا، لن يرفع إلا مع القرآن. إذن الشيخ حبذا لو اختتمت لنا هذه الفسحة بنص تختاره نفسك. هناك نص بعنوان، قبل ذلك فقط كنت أريد أن أشير إلى أن المديح في موريتانيا بشكل خاص أنه يشهد ازدهارا، وأن هذا ليس جديدا على المجتمع الموريتاني، فلدينا حتى المديح المداحون الشعبيون الذين استطاعوا أن يصالحوا بين الموسيقى وبين الشعور الديني. إذا أعتقد أن المديح هو متأصل في هذا الشعب. نص بعنوان مناجاة الغريق للسفينة. شفاه وأشواق وصمت يتمتم، سيبدأ عرس الماء يا أيها الفم، فلا تقترف غير التوهج رقصة بحجم انتشاء الكون، فالشأن أعظم. وربت كصوفي على كتف المدى بقلبك حيث الموت في النور معجم. أنا اللغة الزرقاء لون السماء لي، شهيقي صعود والصبابات سلم، ورتل على الظلماء من سورة الضحى، فهل تظمأ الأرواح والعصر زمزم. أحن إلى عصر النبوة حينما تحدثت الأحجار فصحا تسلم، وإن لم أعاصر حقبة النور شاهدا ففي الزمن الذهني صارت تبرعم، ولم أتوضأ في حضوري بمائه فمن رمل تفكيري به أتيمم، وإن غابت عنه الذات قبل وجودها فبالحاضر الأسمى غيابي متيم. أقاسي مخاض الحرف في ليل وحشتي كأني لكل العاشقين أترجم، أؤدي صلاة الشوق وحدي فريضة أراك وإن لم جالسا تتبسم. تشبعت من ذكراك حتى نسيتني لتغتسل الأعصاب بالنور والدم، وفي ذروة السكر المباح تمددت مداءات أسرار من اللفظ أفخم، فلا شاطئ الوعي البعيد يشدني ولا خطوة فوق الذرى تتلعثم، ولا سعة التجريد تكفي قصيدتي قميصا، ولا رمزية حين تلهم. ورثت حنين الناي منذ تكثفت على رئة الأشواق ريحا تدمدم، أسير دليل النجم ليلا لطالما هدت قدم الضليل في الليل أنجم. أيا أول الأطهار في ثوب آخر، ومن وسع الآفاق أنت المعلم، تجليت والطوفان يعلو زئيره، ولا جبل يبدو حصينا فيعصم. صنعت من التقوى لغرقى سفينة تداعوا إليها يكثرون فتعظم، وحين على جودي إيمانها استوت
أنارت من اعتادوا الظلام فأظلموا فأنت على الأرواح شمس تضيئها وأنت لجرح الطين والماء بلسم. جميل جميل، صلى الله عليه وسلم. شكرا لك شاعر شيخ النوح، شكرا معنا في هذه الفقرة. شكرا كذلك للأخوة المشاهدين الذين تابعونا، وأعود بالخط إلى زميل موسى البوهلي. إذن شكرا لك زميل شيخ جاكيتي.